أن إصلاح منظومة العدل لم يبدأ اليوم، كان دائما وسيستمر بعد هذه المحطة، لكن في هذه المحطة أريد أن نحقق إصلاحا نوعيا وكميا يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة. نحن لسنا ضغمائيين لنقول بأن الإصلاح كله سيتحقق في هذه المرحلة، نقول بأن الإصلاح في عمومه وفي نوعه وفي كمه سيتحقق بإذن الله بمساهمة الجميع وبتضحية الجميع في المرحلة. وأعتقد أن الأطراف المشاركة في هذا الحوار سواء على مستوى الهيئة العليا أو في مستوى الحوار الوطني أو على صعيد بحث الامتناس أو حتى ما ينظمه المجتمع المدني على هامش هذا الحوار من نقاش، هذا كله سيسهم في إطراء هذا الحوار وسيقدم لنا في النهاية خلاصة سنعتمدها بحول الله للتأسيس لإصلاح منظومة العدالة. بالطبع بالطبع لا ينبغي أن ننسى أن إصلاح منظومة العدالة لا يتوقف على ما نقوم به أيضا فقط، يتوقف أيضا على دور المواطن المغربي، مثلا حينما يتعلق الأمر بالتخليق المنظومة القضائية، نتحدث عن فساد المحاكم، إذا لم يساهم المواطن في محاربة الفساد فإننا سنفشل على هذا الصعيد. إن المواطن ينبغي أن يكون له دور أساسي، وهذا الدور هو إما أن يمتنع المواطنون من دافع إيمانهم بأن الرشوة حرام، أو بدافع إيمانهم بأن العدالة لا يمكن أن تلتقي مع الرشوة، أو إذا كان هؤلاء المواطنين مضطرون إلى إعطاء الرشوة ينبغي أن يتصلوا بالجهات المختصة ويبلغوا عن حالة الفساد لنضبطها لنقوم بتحقيق قضائنا. إذا نحن نقول بأن الإصلاح ليس عملية سهلة، إصلاح عملية مركبة، عملية معقدة تدخل فيها الدولة وتدخل فيها البرلمان وتدخل فيها الصحافة وتدخل فيها المجتمع المدني، وكذلك دور المواطن أساسي في هذا الإضمار. وإذا لم يكون للمواطن دور المنتظر فإنني أقول لكم لن نستطيع محاربة الفساد. بغينا نعرفوا أين وصلت محاربة الفساد ومطاردة العبادي. محاصرة الفساد ومطاردته قلنا هذا ونؤكده عملية جارية، لكننا لم نصل إلى مستوى ما نريده ما دام أن انخراط المواطنين ما زال محدودا في الحرب على الفساد. تأكدوا أن هاتفي مفتوح 24 ساعة لتلقي مكالمة أي مواطن أو مواطنة يشتكي من الفساد بالحجاج، وليس فقط بالأقاويل المجردة والادعاءات المجردة كما يقع في كثير من الأحيان. وإذا حصل ونزل كما حصل أيضا في بعض الأحيان أن هناك حالات فساد حقيقية، فإنني آمر بالإجراءات الضرورية، وهذا ما يفعله أيضا السيد وكلاء العامون والسيد وكلاء الملك من غير حاجة إلى الرجوع إلى الوزير، لأن هذه مسؤوليتهم وهذا واجبهم، وهو التصدي للفساد بالتعاون مع المواطنين في جميع ما يمكن أن يصل إليهم سواء من وشايات بطريق مباشر أو تشكيات بطريق مباشر. العفاريت والتماسيح تزول. العفاريت والتماسيح اللهم يا على كل حال في البلاك الآسنة وفي المناطق. شكرا لك.